سعود سعود وقام سعود صار شايفنك مربع زايد تربيع انت هين كنت ماري هني هين كنت اول مره اشوف حد يذاكر وينوفخ ابويا انت فيك الزهايمر قايل لك الف مره لا تكذب الله يعينك على النظر انا هني موجود عزيز طقيتني بخمس يبا سلامات ولدي موسى مالك بط مو بيك اشوفك من هالايام متغير مالك مو يلمك مالك حسه فاقد مغيب عاد صار له كم اسبوع فيني اكتئاب رحت عند دكتور نفسي وقال لي انت فيك اكتئاب ما اعرف حالتي ما طبيعيه انا خميس مش تقول فيها لي انا في الكتاب جاي ما كتاب اكتئاب نفسي احنا ما نعرف هذا اكتئاب ما كتاب انا ما قعدنا يا اخي انتم ما تقدروا حالتي النفسيه اقول لكم فيني اكتئاب جالسين تمسخروا اوين فيني اكتئاب انتم يضحكتم بنا بعرف اقول لكم انا فيني اكتئاب واحلم طول الليل طلع في زمان هذا بطلع الكتاب وطلع اليوم مع ابوي ابوي انت وموسى ابوي واحد بدي مشع على الخاص بدي ما بدي منها أه؟ يا اخي انتم ما تقدرون انا قاعد افضفض لكم مالكم انتم ما نعصب العصب وين خاطف انا في التهاب التهاب الله العظيم في التهاب في التهاب السلام عليكم وعليكم السلام مال ماوكلي تو مالك خيفان ترى ما اسد سنورة عادي يعني عادي ما خيفه ما خيفان تو اسالك انت مو بينك بين سناني راح تربي حقم لا هذاك مال اول الحقم هذاك مع محمد سلاح فقامودي الحين خلاص انا احب القطط هذه اسمها ايفا من بريتنش بريتنش واسمها ايفا وقاية عندك انت قاس هناك في بريطانيا في عز وبرد قاية عندنا في الحر يعني من بريطانيا المعبيله والله خليفه ما تسوي شيء حتى انا في البدايه ترى كنت اخاف تعال شلها والله قصدها نذير قم شن ترايقم شلها يا أخي والله ما أحب السنة شلها بخير روح خلي عمره ما أكلي روح منه